تجمع عدد من الروبوتات في مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في جنيف، إذ يسعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدمه للمساعدة في حل أكبر التحديات في العالم مثل المرض والجوع. وقالت غريس، وهي روبوت طبي ترتدي زي الممرض الأزرق، بأنها ستعمل جنباً إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن تحل محل أي وظائف موجودة. تم اختيار مدينة مالمو بجنوب السويد لاستضافة مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن سونغ لعام 2024 يومي 17 من شهر مايو. وتعد هذه المدينة إبداعية وتتمتع بحياة ثقافية غنية يمكنها توفير مهرجان موسيقي لأوروبا بأكملها. وقد استضافت مالمو ثالث أكبر مدينة في السويد يوروفيجن لمرتين في عامي 1992 و2013. ضرب تكاثر طحالب سام نهر أودر في أغسطس الماضي، وقضت الكارثة على أكثر من نصف الأسماك في النهر الذي يمتد على الحدود الألمانية البولندية. لكن مخاوف تكرار هذه الحادثة تتزايد، حيث جرت اختبارات على الأسماك للكشف عن الزئبق والمعادن الثقيلة. وقالت أنا موسكافا وزيرة البيئة البولندية إنه لا يمكن استبعاد أن مواد سامة هي سبب نفوق جماعي للأسماك في نهر أودر، لكن الاختبارات التي أجريت حتى الآن لم تثبت ذلك. أنشئت ورشة تدريب في مكسيكو سيتي للكلاب في محاولة لتقوية الروابط بين الحيوانات الأليفة وأصحابها وتزويدهم بالمهارات المنقذة للحياة. وهدفت الورشة إلى تدريب الحيوانات الأليفة على تحديد أماكن البشر أثناء حالات الطوارئ الناجمة عن الزلازل. وتعد هذه الورشة أساسية للبحث والإنقاذ، إذ ستتمكن هذه الكلاب عند حدوث أي كارثة من تحديد موقع أصحابها في حالات حدوث انهيار أرضي أو البحث عن الإنقاذ في المناطق المفتوحة.